بنتكلم يعني نتكلم نصرة عن موضوع يمكن شوي سوى ضجة بشكل كبير، اللي هو خلافك مع الفنان الكبير الياس خضر على أغنية هم رجع قلبي. يعني هذا الخلاف اللي سوى ضجة، اللي الناس داولته بشكل مختلف من وجهة نظر الفنان الياس خضر، من وجهة نظر نصرة، ليش وشنو السبب؟ والله صراحة هذا اللقاء كان قبل تقريبا يعني بال 2007. هذا اللقاء هو صراحة يعني كان موضوع على أغنية هم رجع قلبي يحب، يعني هو كان القصد بالتعبير أنه الملحن يجب أن يحترم من الإنسان الكبير بالعمر أو من الصغير، هذا أو بما معنى أنه الشغل أو كذا يجب أن يحترم من أي شخص. يعني أنا اليوم مثلا اجى ملحن جديد اللي هو مثلا سيف عامر او حبيبنا وصديقنا مصطفى الرباعي او اي احد من الملحنين الجدد، من يجي ينطيني الاغنيه انا اكيد لازم اسمعه لان انا ملحن، فاسمعه وانتبه على معلوماته. انا اللي ضايقني بوقتها واكيد كنت يعني صغير بالعمر انه يعني كنت رايد الشيء انا اللي يعني اللي يعني اللحن او طريقه الاداء بالاسلوب اللي انا يعني رايده، لكن حبيبنا واستاذنا ياس خضر يعني اكيد احنا بعد سنه من هذا اللقاء تصالحنا وجمعتنا بوقتها، جمعنا اني واياد راضي وضياء الليالي وصباح صباح محمود بلقاء، واكيد هو كان يعني انا اعتقد خانني التعبير بوصف الاشياء، يعني نعم، بس حلو الناس منك اخذتها الاعتراف، بكيف ويعني تعبير. راسك يابس، ويعني كنت متمسك برايك. ايش كثر اليوم الملحن لازم يتمسك برايه او لا لا بجمله هو اكيد بجملته؟ يعني انا يعني بالنسبه لي لو حتى هسه اليوم نرجع انا والفنان الكبير استاذ ياس خضر ايضا راح ارجع على نفس الملاحظات وراح اكون اكيد دقيق بيها، نعم، وانا انا من حرصي على العمل يعني مو على مود، وبالنهايه العمل هو انحسب للاستاذ الكبير الفنان ياس خضر. نعم أكيد طبعا. والواحد فعلا قد يمر في مواقف معينة تكون عنده وجهة نظر، قد يكون شوي متمسك في رأيه، لكن أكيد مع الخبرات تعطي القدرة على يعني أخذ القرار المناسب ولمصلحة الجميع وبنجاح العمل للجميع.